اتفضل يا كابتن. طبعا فالموسم على المستوى الفني هيبقى صعب، ان الانديه السنه دي هتبص لك بصه غير السنه اللي فاتت. فالكل هيلعب نتائج، عملوا حساب انت عملت السنه اللي فاتت نتائج كويسه، كسبت زمالك، كسبت اسماعيلي، فنشت زي ما قلت لولا خطا تحكيمي كان دلوقتي انت مركز ثالث. اتمنى بس يعني الدنيا تظبط، يعني تظبط شويه عشان احنا بادئين الموسم فيه شويه لخبطه، ان شاء الله تنتهي بسرعه ويبقى فيه دعم مناسب يجيب يعني شويه، مش عايزين نقولها من دلوقتي بس يعني شويه لخبطه كده. ده بيتك وانت على طول هنا تيجي تتكلم براحتك، واحنا ما بنقولش لحد انت بتقول لا يعني اداريا الدنيا لسه مش مظبوطه، يعني لسه الادوار عايمه، مش عارف الدنيا رايحه لفين يعني. ف السنه اللي فاتت اداريا يعني كجهاز فني ولا كاداره فنيه؟ لا يعني مش جهاز فني خالص، لكن احنا كلنا منظومه واحده، لعيبه وجهاز واداره. يعني اللخبطه فين؟ لا في المجلس الاداره، مجلس الاداره لسه في شويه تاخير في شويه حاجات. دعم مادي يعني شويه، يعني احنا السنه اللي فاتت مع الوزير، وده شخصيه محترمه جدا جدا وراجل ملتزم، ووقف معانا في نهايه الموسم وقال لنا السنه الجايه الدنيا هتبقى مختلفه عن السنه دي، لان الطبيعي ان اول سنه السنه اللي فاتت كان يحصل شويه لخبطه، اول سنه ممتاز فقال لنا لا السنه الجايه هتبقى احسن، فاحنا منتظرين الاحسن ده واثقين طبعا في كلام سياده الوزير، وان شاء الله نتمنى ان الفتره الجايه يبقى فيها استقرار يعني. ان شاء الله باذن الله في استقرار وتأدوا كمان احسن من السنه اللي فاتت ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن يعني انت جاي على الانتاج الحربي في ظروف زي ما قال كابتن فتح الله، الناس قلقانه من الانتاج والمسؤولين في الانتاج طمعانين في الفرقه، يعني عايزين احسن من السنه اللي فاتت. هم السنه اللي فاتت طالعين مركز خامس، فطموحهم السنه دي يخشوا مربع ذهبي في وجود اللعيبه مع الاجهزه الفنيه مع الامكانيات العاليه دي ضرب نار. يعني زي ما فتح الله قال الفرق دي السنه دي عامله حساب للانتاج، الموسم اللي فات عامله موسم كويس طبعا، لولا الماتش الاخير كان اللي هو الداخليه ده كان فنشه ثالث، واعتقد ان السنه دي يعني المشاكل اللي قال عليها فتح الله يعني اعتقد ان هي يعني جزء منها بدا يتحل. يعني ان شاء الله نعمل موسم كويس، مطلوب مننا كلنا ان احنا نبقى احسن من الموسم اللي فات، ومسؤوليه اكبر طبعا. يعني اعتقد ان ما حدش كان في نادي الانتاج كله السنه اللي فاتت متخيل ان النادي اللي الفرقه تعمل عملوه السنه اللي فاتت، يعني كانوا لسه طالعين من درجه تانية، اقصى طموحهم ان هم يقعدوا في الدوري لحد اخر المباراه زي ما قلت لحضرتك، ان هم ممكن يبقوا في مركز ثالث، ودي طبعا يعني اعتقد انها في حد ذاتها انجاز للنادي الانتاج. فالسنه دي انت مطالب ان انت تعمل حاجه احسن من كده، فدي زي ما قلت لحضرتك مسؤوليه على اللعيبه القديمه وعلى الجهاز الفني وعلى اللعيبه اللي جت، نتمنى طبعا نكون اضافه. فنتمنى ان كل المشاكل اللي فتح الله قال عليها تتحل ونبدا الموسم بدايه كويسه، ويبقى لازم، انا شايف ان لازم الناس تساند الجهاز الفني والفرقه عشان دي فرصه، انا شايف ان فرصه نادي الانتاج يحط نفسه من الفرق الكبيره في الدوري، وانا اعتقد ان هم عندهم كل الحاجات اللي هي يعني تريح الجهاز وتريح يعني كابتن. اعتقد ان هو مش طالب حاجات كتير، يعني المطالب كلها العاديه، واعتقد ان ده حق الفرقه وحق الجهاز الفني بالموسم اللي قدموه السنه اللي فاتت. زي ما قلت حضرتك كان كل طموحهم ان النادي يقعد في الدوري السنه اللي فاتت، بتتكلم دلوقتي يعني بدأنا السنة دي بدورة في السعودية، جايالك دعوة ان انت تلعب في دورة تبوك، ورحنا وقدنا اداء كويس وخدنا مركز تاني، كان جايالك كذا حاجة بس اعتقد انها وقفت في اخر حاجة. ف يعني نادي الانتاج يعني في خلال سنة عملت حاجات ممكن نوادي كتير بتعملها في 5 6 سنين او 7 سنين كمان وما بتوصلهاش، فان انت تطلب في دورة في السعودية دي حاجه كويسه طبعا. فاعتقد ان هم لازم يعني برضو يعني دماغهم تبقى تبص لقدام شويه، تبص في ناحيه ان انت تطلع شويه فوق، وزي ما قلت لحضرتك ان هم امكانيات النادي متاحه لكل ده، ومعاهم جهاز طبعا، مش هتكلم على كابتن شوقي والجهاز اللي معاه طبعا، يعني اسامي كبيره جدا كل واحد فيهم اسم كبير، كابتن عبد الستار، كابتن عبد الظاهر، كابتن الرياض، كابتن اسامه،
فكلهم طبعا جهاز كبير كبير بمعنى الكلمة بجد، يعني مش بقول كلام ومش ميس والكلام ده، بس فرصة، يعني أنا شايف إن هي فرصة للإنتاج الحربي إن هو يكون من الأندية المحترمة في الدوري الممتاز. ومعاه اللعيبة اللي تساعده على كده السنة دي؟ والله أنا كنت لسه بقول لفتح الله قبل، يعني السنة اللي فاتت لو في مثلا كان 20 لعيب أو 22 لعيب كويسين، السنة دي ممكن الدنيا تكون قلت شوية، بس في لعبة كويسة وفي فرقة كويسة، يعني الصراحة كان عامل توليفة كويسة، محافظ على القوم السنة اللي فاتت. اعتقد ان هو لو هيغير حد من التشكيل الاساسي هيبقى 3-4، وده طبيعي في كل سنه ان في ناس بتمشي، في عقود بتخلص، في ناس بيجي لها عروض، فده طبيعي في اي فرقه، يعني هو برضو الفرقه ما انهارتش، فلا الفرقه كويسه طبعا، وان شاء الله نعمل الموسم كويس باذن الله، وزي ما قلت لك مسؤوليه علينا كلنا ان احنا نحافظ على اللي هم وصلوا له الموسم اللي فات، وان شاء الله التوفيق لينا كلنا طبعا، بس اهم حاجه المسانده من الاداره، لو ده ما حصلش اعتقد ان الامور هتبقى صعبه. دي الاداره،